الكلمات مع حفظ المقامات والألقاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أحييكم باسم السيد القائد عبد الملك الحوثي حفظه الله، وباسم الشعب اليمني الجسور الصابر، وأنتم تقفون هذه الوقفة في العاصمة بغداد المعبرة عن إرادة الشعب العراقي بكل مكوناته ضد العدوان والعنجهية، تعبرون عن تضامنكم مع إخوانكم وأهلكم في اليمن وهم يتعرضون لأشرس عدوان عرفه التاريخ الإنساني، وعلى مدى 4 أعوام من القتل والحصار والتدمير. أشكر الشعب العراقي وقواه الحية التي تمثل الشجاعة والإباء في هذا البلد الشامخ، ونشد على أيدي الحركات التحررية التي تسعى لاستعادة الكرامة ونيل الحقوق والنهوض بالأمة لدفع الأخطار وامتلاك السيادة والثروة والعلم التي يريد الأعداء أن نتخلى عنها. وأشكر حركة 14 فبراير البحرينية التي تنظم هذا المهرجان. أيها الأخوة والأخوات، لقد برهن النظام السعودي الإماراتي على عدوانيته وتآمره وتبعيته للصهيونية واستخدام اسم العروبة والإسلام لتمرير المشاريع التخريبية في المنطقة وشراء الذمم وتزوير الحقائق. فهم الذين أنتجوا داعش والقاعدة وأرسلوا آلاف الانتحاريين إلى أنحاء العالم، وكان للعراق وسوريا النصيب الأكبر منها. وعندما أنشأ النظام السعودي قوات درع الجزيرة كانت النتيجة العدوان الإجرامي على الشعب البحريني المسالم المطالب بحقوقه المشروعة. قبل 4 سنوات اعتدي على اليمن وما يزال هذا العدوان مستمرا. هذا النظام المرتهن كان يعد لعدوان على العراق وسوريا من خلال مناورته على الحدود العراقية السورية التي اسماها رعد الشمال. وقبل ذلك تآمر على الثورة الإسلامية في إيران، لأن إيران وقفت ضد المشروع الصهيوني الاحتلالي ودعمت الحق الفلسطيني. ويأتي مؤتمر وارسو ليقف فيه السعودي ومرتزقته جنبا إلى جنب مع الصهاينة المحتلين ليوضح الحقيقة للجميع أن النظام السعودي هو الوجه الآخر للصهيونية والعدوان والعمالة. ولكن وبحمد الله تعالى، فالذي جرى خلاف خطط المعتدين فقد انهزمت داعش في العراق وسوريا، وأصبح حزب الله ندا قويا لإسرائيل، وصارت الجمهورية الإسلامية أكثر قوة وتقدم وإيمان، والشعب اليمني رغم الحصار والنار وشراسة العدوان صامدا منتصرا. وهذا الشعب البحريني ما يزال متمسكا بقضاياه العادلة. إن المسؤولية اليوم جسيمة على الأمة للمساهمة في مشروع النهضة، وهي تستطيع أن تحقق الانتصار، وإن الإرادة هي إرادة الجماهير من خلال اتخاذ المواقف المشرفة في مواجهة الصلف الصهيوني ودول الاستكبار وحكام الجور لرفض حركات الشعوب التحررية والمقاومة لتحقيق النهوض في كل المجالات الثقافي والسياسي والاقتصادي. والله مع العبد ما كان العبد قويا في دينه لمواجهة أعداء الله الذين ينهجون نهج الشر. قال تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. أكرر الشكر لكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.